الأومنيتريكس لقد عادت للعمل. هل لديك فقاعة لتكفي هذا؟ أو توقف، قد تؤذي أحدهم. حسناً، لا تهتم، فهمت؟ التحويلة أمامنا ستغير مسار القطار إلى المنازل. تحويلة؟ بانعطاف هذا القطار سيكون أمامنا طريق آمن، وإلا ستتوجهون إلى جسر جلوبر المنهار وسوف نموت جميعاً بطريقة فظيعة. ألم تسمعوا ذلك؟ سيتحطم القطار. يبدو أننا أخذنا انعطافة سيئة، الوقت غير مناسب للارتجال، وخصوصاً أن قطارنا آلي ولا يوجد من يسحب الفرامل. سأعطيك خيارين أيها البشري، إما تستسلم أو لن تركب ابنة عمك قطاراً بعد الآن. اتركني أيها الأبلة. كوين، رميتك بعيداً، كنت في أمان. لم أستطع تركك وحدك معهم. اصمتي أيتها البشرية، سأفلتها وسأحسن معاملتك كإنسان آلي. لن أكون وسيلة للضغط عليه. إنه الخيار الأفضل لك، اختر. أنت محق، اتركها. اختيار جيد بن. هيا لنستعد. كوين، جهزي البوابة لنضعه فيها. قلت إنك ستفلتها. أفلتها بالفعل. أيها الأحمق، لا تتحرك، هذه الشبكة مصممة كي تسبب لك الألم عندما تتحرك. أبدا، إنه مذهل، فجره مجددا. ماذا؟ حان الوقت كي يتحكم أحد بهذا القطار. اتركوا ابنة عمي. لا تستحق المشقة أيها الطفل البشري. أنت دايمون هيد. ردنا المال فحسب، سيأتي من يريد منك ما هو أكثر. بن، الجسر. سأتولى الأمر. كذب. لنصل لمقدمة القطار لإيقافه. كيف نوقفه؟ لا يوجد زر إيقاف. ماذا عن هذا؟ هل ذكروها في الرحلة؟ ألديك أفكار أفضل؟ فيو.